وبعده استسقاؤه وذو قرد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، صلى صلاة الاستسقاء، حصل أنه قل الماء، فماذا نصنع؟ نستسقي. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يلحق ما يلحق البشر، ويدعو ويطلب من الله سبحانه وتعالى. إذن نحن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. وهل الصحابة رضوان الله عليهم بعد موته عليه الصلاة والسلام استسقوا أو أتوا إلى قبره عليه الصلاة والسلام؟ ها، نعم. إذن نلتجئ إلى الله، لا نلتجئ إلى الخلق، لا نلتجئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره، من باب أولى. نعم.